هلا وصلنا لعند اخر صفحتين بالفصل. اول تون بتبلش فيه فقره الفسفره فوسفورسنس، هي ايضا شكل من اشكال التالق مثل الفلوريسنس الفلوره، اثنيناتهم اشكال شكل من اشكال التالق، حكيت عنهم بالازرات الصباغيه وقتها، رح ارجع احكي عنهم هلا بشي شكل سريع. الفلوره حكينا شو يعني؟ ببساطه ضوء فوتون بعطيه بيطلع لفوق بعد فتره بينزل لحاله فبرجع تاني بينزل، وبالتالي هذا الشيء شو بيعطيني؟ بيعطيه فوتون طاقته كثيره، برجع لي فوتون طاقته اقل نوعا ما. مثل وقت شو؟ وقت الليزرات، اذا تذكر ليزر الياقوت، بعطيه فوتون ضخ فبيطلع الكترون لحاله مثاره، بعدين بينزل لحاله غير مستقره 1.79 الكترون فولت، بعدين بينزل اصدار مخصوص وبيعطيني. هاي فلوره انا اللي بدي اياها بالليزرات الصباغيه، هذا الشيء اللي بدي اياه انا، فلوره، حصل على فلوره، على الاصدار التلقائي بغض النظر اذا بينزل الطول بينزل الطاقه او بينزل، بدي فلوره بشكل سريع. الفسفره هي الحاله الثلاثيه، وقتها لما زيد الضغط اذا بتذكر اكثر من ميكرو ثانيه فبيطلع الالكترون لحاله، بصير لحاله بصير ينزل بسل الالم زمنيه ابطا، بينزل لحالات كموميه ممنوعه غير مسموحه بالميكانيك الكمومي، كل ما ينزل شوي بيعطيني فوتون طاقه قليله، بالتالي بيعطيني فوتونات طاقتها اقل، الشده اقل بتكون، هي هون الفسفرة الشدة أقل. يعني بشكل عام الفسفرة أنا ما بتفيدني بشغلات الليزر، لأنه رح ينزل الفوتون بعد فترة كثير طويلة، ليش؟ نتيجة نزوله ضمن طبقات سلالم بطيئة، طبقات أو حالات كمومية ممنوعة أو غير مسموحة بالشو اسمه بالنموذج الكمومي. نحن نعرف أنه خلاص أنا عندي الإلكترون يا هون يا هون، ما في غير، يكون عم ينزل جوات بين الطبقتين عم ينزل في حالات اسمها غير ممنوعه غير مسموحه. هاي هي الفسفره بكل بساطه، ما بتفيدني مثل ما حكينا، ولكن في لها استعمالات معينه مثل ساعات الايد او ساعات الحائط، بتلاقي عند العقارب عند الكذا هيك لونهم هيك فوسفوري نوعا ما، هي اسمها فسفره، ياخذوا الضوء المرئي بيحتفظوا فيه لفتره طويله كثير، ممكن تصل لك لبضع ساعات بالكثير، بضل ينزل الكترون هيك سلالم بطيئه حالات غير مسموحه، وكل ما كل شوي بيعطيني ضوء، ولكن الضوء شو شدته مثل ما قلنا خافته مقارنه بال الفلوره. بيفيدني بهول الالعاب المضيئه، عرفتون انت وصغار كنت تجيبهم من ورا تجيب الزئه وتزرق فوق هيك فوقك على التخت، تصير كل ما تضوي عليهم تطفي الضوء يضلوا اكثر من ساعه ساعتين يضلوا هن عم يضووا. اذا هي استعمالات الفسفره بكل بساطه، شغلات يعني اصلا ما سبق سؤال الفسفره كلياتها. الفقره المهمه نوعا ما طبيه اسمها الكشف عن الاورام بالفلوره. الكشف عن الاورام بالفلوره شلون بيتم؟ اذا بدك فيني نسميها كهواء معالجه الاورام كمان حكى هذا نفس الفقرة. بيتم بالليزر الصباغي من إذا تتذكر بوقت الليزر الصباغي بفصل 9 قصة ميلو هيمو وميلا، تلاقي وقت هيمو معه سرطان، تلاقي هي ما موجودة بفصل 9 ولكن موجودة بفصل 10. فهلا وصلنا لها، شايف وينها؟ بيستخدم ليزر صباغي. بيستخدم ليزر صباغي، الطاقة أو الاستطاعة اللي بيعطيني إياها 2 واط، زمن التعرض هو 10 دقائق. هي الشغلة زمن التعرض مع الاستطاعة فصل 11 هي صفحتين ونص كلياتها حكي عن هذا الشيء. فالليزر الصباغي شو المجال تبعه؟ فوق نسيج قريب لعند تحت احمر قريب، مرورا بالمرئي، يعني الاساس تبعه هو شو؟ المرئي، لهيك كان وقتها يستخدم مع الهيموغلوبين والميلانين، لانه اطوال الموجيه تبعيته بالمرئي تتوافق مع قمم امتصاص الهيموغلوبين والميلانين، هن الاصبغه الاساسيه بالدم والجلد. فباخذ منه ضوء فوق بنفسجي نوعا ما قريب او بنفسجي، فبالفلوره بيعطيني ازرق مخضر، القمم تبعيته النهايه العظمى عند الازرق المخضر. شلون بنستفاد من هذا الشيء بالاورام؟ طلع معي. قال لك بالحاله العاديه النسج اذا بتبعت عليها ضوء فممكن تمتصه وترجع لك اياها تعمل لي فلوره. اسمها هي فلوره ذاتيه، داخليه المنشا، ذاتيه لحالها، انا لا حطيت مواد متفلوره ولا شيء، لا فلوريسنس ولا شيء. بعثت فوتونات صار عندي فلوره ذاتيه من النسج لحالها. قال لك النسيج الورمي بالفلوره الذاتيه شدته اخف. يعني اذا عندي نسيج معين هون في عندي سرطان بس ضمن هالنسيج هي المنطقه الورميه، فلما اعمل فلوره ذاتيه ابعت ضوء ليزري مثلا ليزر صباغي فوق بنفسجي او بنفسجي بس ارجع استقبل فبلاقي النسج العاديه السليمه تتلون بينما هذا ما بيتلون بيطلع لونه خافت. قال لك باورام القصبات تنزل الفلوره لها النص اقل فريق اهميه نوعا ما، ما عرفت سبب سالنا، باورام المثانه تنزل اقل ب 20 مره في الورق النسيج
الورمين عن نسيج سليم، الفلورة أقل ب 20 مرة، يعني ما بستفاد منه بشيء أبدا. لك هون إجا متحسس للفوتونات اسمه الهيماتوبروفين. هذا الهيماتوبروفين شو شغلته؟ قال لي بكل بساطة بدهن النسيج اللي أنا عم صوره، أو ممكن أبعته بمنطقة معينة إذا النسيج داخلي، فبيوصل لعند النسيج. طيب النسيج الورمي هو عبارة عن تكاثر عشوائي للخلايا، يعني أنا هذا هو النسيج العادي، هون في عندي خلية 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 خلية، هون تلاقي هيك خلايا 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 فوق بعض. فهذا إجا عبى النسيج كله هيماتوبروفين، بس هون عندي عدد خلايا كبير، هيماتوبروفين حساس جدا للفلورا، يعني بالعكس بتعطيه فوق بالنسيج اللي حتى رجعك بيعطيك فوق، بيعطيك إضاءة جدا عالية، فلورا جدا جدا عالية. وبالتالي النسيج الورمي تكاثر عشوائي للخلايا، في عدد كبير من الخلايا، فرح يتحسس للهيماتوبروفين بشكل أكبر. وبالتالي أنا هلأ لما أعمل هيماتوبروفين النسيج الورمي صار فيه هيماتوبروفين بشكل عالي، هلأ بعمل فلورا ببعث ليزر صباغي بستقبل، فبحصل على النهاية العظمى بس بالنسيج الورمي، فبعرف أنا إنه هون عندي نسيج ورمي وهون ما عندي نسيج ورمي. هلأ لك عندي معالجة اسمها المعالجة الفوتو دينامية، عن طريقة عن طريق شيء اسمه تعتمد على الامتصاص بحسن يخرب النسيج الورمي. أنا صرت عارفان إنه هذا هو النسيج الورمي تبعي، بعمل طول موجي يترافق مع فرق الطاقة بين السويتين تبع هذا النسيج، فقط بقير الحزمة بحيث بس تفوت لعند هذا النسيج، فبخليها تفوت لعنده بحيث ضل يمتص 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 حتى يعني تنفرج تنفجر الخلايا، تخرب جميع الخلايا فقط الورمية بدون ما قرب على النسيج السليم تبعي. معالجة فوتوديناميكية تعتمد على الامتصاص لشو؟ لتخريب الخلايا الورمية. هي بصراحة لها فقرة مخصصة بفصل 11، فقرة اسمها المعالجة الفوتوديناميكية، طويلة كثير وبحث فيها، فقرة حلوة ريحها منك او ريحك منها، بس بكتب لك بس بدك تتذكر فوتوديناميكيه ديناميكيه، يعني تتحرك الخلايا رح تنفجر رح تتخرب، نتيجه شو؟ الفوتو الفوتونات انا بعتها امتصاص تتخرب الخلايا، خليها ببالك معالجه فوتوديناميكيه. قال لك اذا بستخدم اكثر من طول موجي اكثر من يوفي، ضل استخدم اطول موجي بحيث احصل على ازرق واخضر وفلورا فلورا، يعني ضل استخدم اكثر من ليزرات اكثر من طول موجي بالليزر الصباغي، فبحصل على تباين اعلى، وبالتالي بحصل انا احصل على حدود واضحة بين النسيج السليم والنسيج الورمي، بحيث اني ما اذي النسيج السليم زائد اني استأصل النسيج الورمي بشكل كامل، يعني مو استأصل هاي والله وهي ما اشوف، اذا بعت مثلا طول موجي واحد فشفت هذا النسيج الورمي عملت له في معالجة فوتوديناميكية استأصلته، طيب بعد اكثر من طول موجي بجوز يطلع عندك هون خلية ورمية هون خلية ورمية هون هون هون، فبعمل لهم استخدام اكثر من طول موجي زيادة تباين حدود اكثر وضوح بين النسيج الورمي والنسيج السليم، وبالتالي انا بحسن انا حافظ على سلامه النسيج السليم زائد اني امتص النسيج الورمي بشكل كبير او انه خليه يمتص الفوتونات بشكل كبير، وبالتالي تتخرب الخلايا الورميه. هاي بكل بساطه اسمها الكشف عن الاورام بالفلورا زائد في معالجه فوتوديناميكيه. مراجعه سريعه، الفسفره هي عباره عن شكل اشكال تالق، ايضا تنزل الفوتونات بشكل بطيء او الالكترونات بشكل بطيء، سلاسل زمنيه بطيئه بحالات غير مسموحه في الميكانيكا الكمومي، في نهايه الشيء الألعاب الضوئية في الساعات الحائط بتضل عندي لا بضعة ساعات. شو حكالي كمان استخدامات لها؟ بستخدم بالطلاءات كمان، طلاءات في منهم فسرة بيحس انه الحيط ضل يعطيني ضوء لما تقطع كهرباء هيك ألوان زاهية لمدة طويلة، تمام؟ هي بكل بساطة بتضل بضعة ساعات، في ساعات الإيد بتضل أكثر من 10 ساعات تمام. هي خارجية. المهم خلصنا، هي هي فسرة بالاختصار فوسفوريسنس. الكشف عن الأورام بالفلورا بستخدم ليزر صباغي استطاعته 2 واط، قسمة ليزر تبعه استطاعته 2 واط ومدة تعرض 10 دقائق فوق بنفسجي أو بنفسجي، بيعطيني نهاية عظمى عند الأزرق المخضر. الفلورا الذاتية بالحالة العادية يعني بدون ما استخدم شيء متفلور للنسج السليمة أعلى من النسج الورمية، النسج الورمية بدون ما استخدم مواد متفلورة الفلورا تبعها الذاتية يعني داخلية المنشأ أقل، بأورام القصبات أقل من نص، بأورام المثاني أقل ب 20 مرة، بالتالي أنا بدي أستخدم شيء يساعدني على زيادة تباين، مثل شو؟ الهيماتوبروفين. الهيماتوبروفين متحسس جدا للفوتونات، فبملأ فيه النسيج، النسج الورمية فيها خلايا كثير، بتتحسس بشكل أكبر، النسج الورمية نسبة الهيماتوبروفين أعلى فيها من بصير من النسج السليمة، هلا بقى بعمل فلورا بالليزر الصباغي، فبيرجع لي أزرق مخضر، فبعرف ميز النسيج الورمي عن النسيج السليم، الكشف عن الأورام بالفلورا. إذا استخدمت أكثر من طول موجي بصل على صورة عالية التباين، وبالتالي حدود واضحة بين النسيج السليم والنسيج الورمي. فلما أحسن ميز بيناتهم بحسن أعمل شيء اسمه معالجة فوتوديناميكية عن طريق الامتصاص بخرب الخلايا الورمية.